لحد الآن نقدر نقول أن يعني مشاركة إيجابية، لكون أن على من بين 12 رياضة اللي راهي راح تشارك إن شاء الله، 4 5 رياضات دخلت يعني المنافسة، ولحد الآن 4 رياضات تمكنت باش تحصل على ميداليات، منها رياضة الرافل وكذلك الكرة الحديدية وكذلك ألعاب القوى ورياضة الدراجات اللي نقدر نقول اليوم تحصلت على ميدالية فضية من على سباق الطريق حرز عليها رياضي رقيقي يوسف، اللي تعتبر ميدالية تاريخية على كل حال في الألعاب، أول مرة رياضة الدراجات تحصل على هذه الميدالية ونهنيهم على هذا الشيء، وكذلك كرة القدم اللي تمكنت بعد أن تمكنت أن تحرز يعني تعادل مع التركي، يعني ضمنت تأهل للدور النصف النهائي، وإن شاء الله في انتظار دخول الرياضات الأخرى اللي راح تكون اليوم إن شاء الله راح يكون وصول وفد المصارعة جودو إن شاء الله بعد ساعة من الآن راح يكون حاضر هنا في قونيا، ومن ثم غدوة إن شاء الله راح يكون وصول كذلك وفد الكاراتيه وفد الكيك بوكسينج، راح تكون دخول إن شاء الله يكون موفق. في انتظار كذلك فيه رياضة الألعاب رفع الأثقال، فيه يعني رياضي واحد راح يكون يدخل منافسة غدوة إن شاء الله، وكذلك رياضة المصارعة اللي مازال عندها اليوم كذلك مصارعين إن شاء الله. نظن أنه يعني بصفة عامة النتيجة لحد الآن نقدر نقول أن مجموع الميداليات هو 17 ميدالية لحد الآن، 4 ذهبيات و6 فضيات و7 برونزيات، في انتظار إن شاء الله كما قلت دخول رياضيين آخرين، لأن المنافسة راح تواصل حتى اليوم 18 إن شاء الله. وعلى حساب على كل حال الترتيبات اللي وضعت من طرف الاتحاديات إن شاء الله راح تكون نتائج إيجابية، والهدف هو تحسين يعني المرتبة اللي حصلت عليها الجزائر أو عدد الميداليات الذهبية اللي حصلت عليها في الدورة اللي فاتت اللي كانت 7 ميداليات، إن شاء الله نوصل لهذا العدد ولما لا نحسنوا هذا الرقم إن شاء الله.